بوصل للفقرة الثانية بحلقتنا لليوم. مين هن شيخ بدر؟ نعم. روح معي لأول صورة. سعد الحريري. نعم. مين هو بالنسبة لك؟ تفضل. اليوم هو بيعتبروه رجل سني. نعم. السنة اليوم أكيد مش الكل بأيدوا سعد الحريري. نعم. هو اللي بيحكي باسم الطائفة السنية. اليوم عندي سؤال موحد، هل سعد الحريري ظلم بعض المحل الطائفة السنية إيه أو لا؟ لا لا لا. سعد اليوم الحريري. أنت تؤيد سعد الحريري؟ نعم نعم نعم. أنا بوجه له تحية لدولة الرئيس الشيخ سعد الحريري. اللي بدي اللي يمكن هيدا الزلمة هيدا مظلوم. هيدا بس مات رفيق الحريري جبل الكبير اللي كان مستند على جبل هو وكل إخواته. نحن رحنا على بيت الحريري لأنه مظلومين. لأنه مظلومين. ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ناصر أخاك ظالما أو مظلوما. وهيدا الحديث واضح. الشيخ سعد الحريري انظلم. انظلم ببيه. وهو مكان ما الشيخ سعد قال أنا بي السنة. مكان ما قال أنا بي السنة. ما حدا جبره يمكن على الكلام. والناس اللي بتأيدوا أيدت الكلام. فأنت يا شيخ سعد الحريري وقت أنك أنت تسمح لنفسك أنك بي السنة، نحن بنعتز ونفتخر وبيتك بيت قدم بيك الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري، وقدم للبنان كتير من المجالات، ومن بعده للأسف الشديد ما فتحنا نفق ولا أستراد ولا شيء بعد الله يرحمه بيه بعد ولد الشهيد رفيق الحريري. بالزبط. فالشيخ سعد الحريري كتير انظلم كتير انظلم انظلم واشتغل. ايه اشتغل؟ اشتغل لك؟ اشتغل لأهل الباح؟ اشتغل للعشاير؟ العشاير انت بقلبك تغل... انا مش لبناني يا خي عندي سؤال. انا بوتيني بدمروا على المطار. ما فيك تمنعني من السؤال يا سيستم. اشتغل للعشاير ولا لا؟ مثل لا من الكل. مش كالكل. الكل انتو اشتغلتوا له؟ نحن وفينا معهم. انت اوفي بعدكم لليوم؟ ابدا. هو وفي انا اللي بأيد. انا يمكن بيجي حدا من ابناء عشيرتي محترم رأيه. انا مش مع. شو اسوأ شيء بسعد الحريري؟ جرأ قول. للشيخ سعد الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزيرا صالحا، وإذا أراد الله بأمير سوءا جعل له وزيرا غير صالح. لأنه الوزير الحمد لله كل الوزراء عنا غير صالحين للأسف الشديد. ما بدنا لأنه شو جرحنا شو عميق منهم كلهم. ايه للأسف الشديد الوزراء تبعونا صالحين أو غير صالحين. العوذ بالله. طيب العوذ بالله. أوكي. عم يأخذوا الوزارة عم يأخذوها لغايتهم الشخصية. أوكي. أنت اليوم مستشفيات الحكومية هالمباني الكبيرة الضخمة ليش ما تفعلها؟ ليه ما تعمل المستشفى الحكومي بيكون منارة؟ شو عم تحكي مع سعد هلا؟ ايه هو كان وقت بعتني بيكون انه ما فيك انت اليوم. انا بدي اتوجه عبر دولة الرئيس الشيخ سعد. أوكي. الشيخ سعد اللي ايدوا واللي نزلوا على سياحة 14 اذار وفوا معهم، وانا بدي اتجرأ بكلام استقيلوا ولو قبل بشهر من نهاية الليل لحتى تاخذوا عاطفة جمهوركم. استقيلوا قد مستقالتكم يا قوة 14 اذار اللي الناس اللي وفت معكم. ليش ما تستقيل؟ إذا قرارك مش بإيدك إذا قرارك مش بإيدك فيك تعترف، يكون عندك الرجولة. وقرار مش بإيدي، قرارك بإيدك عمل رجال. كون رجال وقل كون رجال واستقيل. أنت كون رجال وقل القرار بإيده أو لا؟ خليني يكون صادق. لا شكرا. كل سياسيين لبنان ما في ولا واحد قرروا له. بدنا بالطائفة السنية قائد. يا أستاذ تميم أنا حقي وأنا تحت الخيمة هيدي وتحت الخيمة هاي حقي أنا. ليش انت بدك انت عملوا لي الوزير جبران باسيل عملنا هالقانون البغيض ضده لجبران باسيل كعشيرتك للموت للموت ابدا ابدا ما تكرهه ما جابنا الا الزل جابنا الا العتمه والويل والثبور وجهنم واصلا انت الخيانه الوطنيه شو بدك سؤال لحظه انت كعشيره وعندك هيدي القوه يا سيستم اذا رجال لو سمحت لا تقطعني انت بدك تقطعني لا تقطع فكرتي ايه بخاف لأنه لا ما بتخاف عين ايه. الله عليك ايه. بس انت اليوم انت مفكر الخيانة الوطنية شو هي شو بس انك بتخون الوطن مع العدو
انت خيانتك للعمله الوطنيه هي خيانه، هيدي بحد ذاتها خيانه. سعد الحريري ما خان وطنه، ما خان سعد الحريري خلال 15 كل يوم. كل النواب والوزراء وكل الاشخاص اللي بيشتغلوا بالسياسه ما خانوا وطنهم، كلهم يعني كلهم كل واحد أسوأ من الثاني. لا 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 لا، لا. ما في ادبياتنا ما بتسمح انه والله ادبياتك انت ما بتسمح. انت عندك خمس اولاد، ايه. خمس اولاد، واحد ابضاي، واحد ايه. تعيب، وواحد شقي، وواحد صايع، بتقول والله اولادي ما بيسوا. لا يا حبيبي، انت بدك توزن وتعدل، تعدل ميزان العدل. انت سعد الحريري قلنالك اجي على دمات بيو، الزعيم الوحيد اللي خسر مصرياته سعد الحريري. الرئيس احمد نجاد. نعم. ما بدي احكي اشعار هلا، بتأيده؟ لا لا لا، نوع مسلم ولا منه مسلم؟ نحن عنا جاوبنا على السؤال. كل شخص يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله هذا مسلم. عمل انجازات للبنان؟ لا. اي انجازات؟ عم بسألك، جاوبنا على الملك السعوديه ما اختسل انه والله بس بالمناطق السنه مملكه السعوديه، المملكه العربيه السعوديه حطت يد الخير. انا بشوف انه البعثه الايرانيه كثير ببرم انا بالقرى بمكان معين ولون معين، بمكانه بجنوب ولا بقلبك الغربي. هيدا اسفك عليهم، هيدا اللي بيزعج. يعني انت اليوم بدك تيجي تدعم بلد، عرفت كيف؟ دعم الكل، كل الاطياف، الكل الاطياف. ما بدك تكون انت والله بتدعم ناس على ناس وناس بتعطيها وناس ما بتعطيها. نحن اليوم بالبلد بلبنان انه انت عم تقول لي الطائفه السنيه، انا ليس طائفي. هو مش عم يدافع انا عنه. ليس انا امي، انت انا امه. اوكي، امه ليس طائفه، بس انا عم بتواضع وبتحطني حد العلوي وحد الدرزي وحد الشيعي وحد الماروني وحد الارثوذكس وحد الارمني، وبتقول لك انا تواضعا مني ومحبه لوطني بقبل اني طائفي، بس انا ماني طائفي، انا امه. بس انت بتشتغل كطائفه. وين اشتغلت كطائفه؟ يا حول. عم بسالك سؤال، حطيت لك السنه قلت لي بايده، حطيت لك خليني اقول بمنطقه الايراني اللي هو يؤيد اللي بايدوه الشيعه اليوم، قلت لي لا. انا بحترم خياراته الشيعه، خياراته النهج، بس انا نهجي عربي وقراني عربي ونبي عربي، وان انزلناه قرانا عربيا. طلع على كاميرتك، حط السؤال، طلع على كاميرتك، جاوبني. نعم. قل له كلمه. للاسف الشديد انه مكان ما ايران انا بنظر لانه اشتغلت بتفريق وليس بجمع. نعم. طيب حط لي الصورة لو سمحت، عزبك. الرئيس أردوغان بتأيده، ليك ابتسامتك بحسك مبسوط يعني هيك ابتسمت. الرئيس أردوغان أنا بتردد على تركيا كل سنة بدي روح، أنا وليد عمي جروب بنروح. روح على إيران. يا استاذ تمام، خلينا نحكي منطق يا خيي. هيدا الشعب عندك هيك صار يحكي. أنا ما لما تكون سنة بتأيد أردوغان. لا أنا عمرو على تركيا. ايه؟ عمرو على تركيا على الرقابة. ايه؟ عمرو على تركيا على الثقافة. طيب. عمرو على تركيا على البيئة. على التطور اللي عندها، على المناخ، على كل شيء بتركيا، على الأمان. بتفضل أردوغان عن ميشيل عون؟ بتختلف المسألة يعني. أنت عم تقول لي ما في شيء اسمه بيختلف، في شيء اسمه رئيس، رئيس جمهورية، رئيس عم بدير بلد، وهيدا رئيس عم بدير بلد. أنا إذا أنت اليوم بدي لك شغل، خليني أقول لك شغل. أنا إذا بيكون في مثلا مؤتمر دولي وبيحكي الرئيس اللبناني وبيحكي كلام بيليق بلبنان، أنا بدي زقف. هلا أنت عم تحكيني بمحل عم خلينا نقولك للشيط مثل ما العالم بتمسكني فيها وبتمشي. خليك معي يعني، خلينا نروح للآخر. أي. أردوغان أو ميشيل عون؟ لا يا عمي، وينك وين؟ أردوغان. 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 مين بيدعمك مادياً أكتر؟ ولا حد. السعودية كعشيرة عم بحكي، ما عم بحكي هو كعشيرة. كعشاير اليوم. ولا حد. صنة. ولا حد. مين بيدعمكم أكتر؟ ولا حدا. أنا أقعد أنا والسفير بدي وجه له تحية. إيه. للأسبق. إيه. الدكتور الشاعر عبد العزيز خوجة، وأخذت كبار عشيرتي وتعرفوا عليه ودعوه وكان كتير مبسوط. مين بدعمكم؟ ولا حدا. من وين بتجيبوا مصاري؟ ما خليني كفيلك انت. إيه. ما تخلي بدنا نعجل عن وعمل على راسي من فوق. قلت له يا سعادة السفير علي بدر، نحن يا ابني نحن بندعم الجهات الرسمية، نحن بندعم الحكومة اللبنانية وهي تدعم بقية الشعب اللبناني. إيه. ما بندعم جهات. هذا الكلام سعد. من السفير السعودي عبد العزيز خوجة لي شخصيا عنده ببيروت بالسفارة. اوكي، بوصل لاخر صورة، صورة الدكتور بشار الأسد. يا ريت تحترم رأيي بدون تعليق. بدون تعليق ابدا. خليني يكون انا بهالبيت بهالوطن بهالارض اللي بحبها وبعزها، خليني بدون تعليق. بحترم رأيك. رح نروح ل اخر صورة، يمكن صورة كتير كبيرة.
هي صورة الشهيد رفيق الحريري. الله يرحمه. اللي حطلب من الشباب يفوتوا لي الصورة. نعم. مين بحب يفوت الصورة؟ اوكي، هيدي صورة الشهيد رفيق الحريري، بدي عزبك خليها، انا بدي اياها مطعم طلهان. انت معنى الحرية وعنوان الانسانية وبالوحدة الوطنية. انت بتأيد من خلال حكيك اليوم انه أيدت السنة رفيق الحريري الله يرحمه. حكيت عن كل هيدي التفاصيل. اوكي، طلع فيه لرفيق الحريري، حطك ويحو حدك هون، شو بتقول له؟ بتقول له الله يرحم ايامك، بتقول له اللي خلف ما مات، بتقول له اكبر غلطه عملتها شو؟ طلع فيه ما تطلع فيه. نعم. قل له احكي معه كانه حدك هو. دولة الرئيس الله يرحم ترابك. انا على صعيد الشخصي ما رحت على دوله الا مجرد ما بيشوف الباسبور تبعك او بيعرفك لبناني الا ما بده يمزج اسمك بالشهيد رفيق الحريري. ما بيمزج اسمك مع سعد الحريري، الظروف تغيرت. جاوبني على السؤال. لا لا لا، انت هون الرسول صلى الله عليه وسلم بيمزج اسمك برفيق او سعد؟ لا، رفيق. رفيق رفيق الحريري. جاوبني، شو أسوأ شيء عمله رفيق الحريري الله يرحمه؟ رفيق الحريري هي. انه عطى محل ما ويمكن دفع دميته للكل للكل وما عطى بسطائفته. هذا الشخص اللي بنفتخر فيه وبنعتز فيه، بدنا نقول له الله يرحم ايامك، ويا ليت انه شيخ سعد هيك بياخذ من حكمتك ورجولتك، لانه لو ما عنده رجوله ما كان صار اسمه رفيق الحريري. الشيخ سعد الحريري الله يوجه له الخير، الشيخ سعد انعزى كثير من اقرب الناس له واعترف فيها ببيت الوسط انه انا سرقوني وبعدهم معي، سرقوني وبعرفهم. صحيح. لا، انت بدك تكون قائد، بدك تكون قائد صارم. طلع فيه. تكون قائد صارم. طلع فيه. رفيق الحريري سؤال اخير. بس لحظه، سالوه قالوا له يا دولة الرئيس، احد اللي عنده بقريتن باسر قريتن، قالوا له دوله الرئيس انت كيف تتعاطى مع العالم؟ قال بعرفه بس بمشي وهيفي علي هيك بيت شعر، قال بعرفه بس بشوف الشخص، بعرفه اذا بده بيلغ، بعرفه اذا عم ببالغ بالكلام، بعرفه اذا بده ينصب علي، بعرفه انه اذا بده يبيعني موقف. فهيدا الرجل سطر التاريخ مثله مثل سلسله شهداء الكبار على صعيد العالم. كشيخ عشيره اليوم طلع بالصوره وقال لي، بتقول له يا رفيق الحريري الله يرحمك، سعد او بهاء؟ انتو كعشيره بتأيدوا بهاء الحريري ايه او لا؟ خلينا نكون هون منصفين. يعني انا وقت اني وانا بدي اكون شيخ عشيره. ايه. شيخ عشيره. ايه. وما بدي اعرف المريض، ما بدي اعرف المحتاج. ايه. ما بدي اعرف اللي بحاجه، ما بدي اعرف اللي لازم اصلحه هو وخيه. ايه. انا بكون ما بستحق اكون شيخ عشيره. يعني شو يعني انت يا شيخ بهاء؟ ايه. شيخ بهاء، انت صار لك من 2005 لليوم ما وطأ قدمك لبنان. اوكي، عرفت كيف؟ انا هيدي بحد ذاتها بتحط عندي علامات استفهام كبرى. وما فيك تدير بلد انت على الشاشه. طيب. سعد الحريري تعرض اخر زياره له بالبقاع، تعرض لا 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 اختيال. شيخ سعد، شيخ سعد قريب من الناس، والحب هيدا فطره. انت ما فيك تجي والله تقول لي والله نقله نوعيه